السلام عليكم، كيفكم يا سابع؟ اليوم يا سابع رح نبدأ في درسنا جمع المقادير الجبرية وطرحها. نبدأ أول شيء في تعريف الحدود الجبرية المتشابهة. ما هي الحدود الجبرية المتشابهة؟ الحدود الجبرية المتشابهة يا مس هي التي تحتوي المتغيرات نفسها والأسس نفسها، هي اللي بتحتوي المتغير نفسه والأسس نفسها. يعني يا مس هون عندنا المتغير إكس إكس إكس، لكن الأساس عندنا الأس مرة 5 ومرة 3 ومرة 1. إذا اختل أي شرط كان المتغير مختلف أو الأس مختلف راح يكون حد جبري غير متشابه. إذا هون يا مس عندنا حدود جبرية غير متشابهة. هون يا مس عندنا 17، عندنا إكس واي وعندنا إكس واي. هون يا مس المتغيرات غير متشابهة والأسس غير متشابهة، لذلك هي حدود غير متشابهة. عندنا هون يا مس دبليو زد وام هي متغيرات مختلفة، إذا الحدود غير متشابهة. نشوف الشق الثاني، عندنا اكس 34x وسالب 5x. هلا المتغير يمس اكس 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 والاس 1 1 1، اذا هي حدود متشابهه. هون يمس عندنا اكس واي اكس واي اكس واي، المتغير متشابه والاس 1 1 1 متشابه، اذا هي حدود متشابهه. واخر شيء يمس عندنا 7 ان تكعيب سالب 5 ان تكعيب وان تكعيب، عندنا المتغير هو ان والأس هو 3، متشابه لدى الجميع، إذا هي حدود جبرية متشابهة. هلأ يا مس رح نتعلم كيفية عملية جمع الحدود المتشابهة وطرحها. هلأ يا مس لأجمع أي حدين جبريين، يا مس رح أجمع المعامل للمعامل، بجمع المعاملات أو بطرحهم، بيبقى المتغير كما هو. في السؤال معطينا 2D زائد 3D. هلأ يا مس باجي بحكي 2 زائد 3 كم؟ 5، وبتبقى دي كما هي. هلا يا مس بحكينا اكتب كل من المقادير الاتيه بابسط صوره. عندنا 3x زائد 4x، بمسك المعاملات يا مس بجمعهم مع بعض، بحكي 3 زائد 4 كم؟ 7، وبتبقى الاكس كما هي، بكون الجواب 7x. المقدار الثاني 7ZT زائد 6ZT، بنلاحظ يا مس إنه المتغير نفسه ZT بكتبه مثل ما هو، بحكي يا مس 7 زائد 6 كام؟ 7 زائد 6 13، إذا الجواب 13ZT. سؤال اللي بعده 9y+5 ناقص y+5. هلا يا مس بحكي المعاملات بطرحها من بعض، 9 ناقص 1 في y+5 يبقى كما هو، بيطلع عنا 9 ناقص 1 8 y+5. هلا يا مس بحكي لنا اكتب كل مما ياتي بابسط صوره. 6bn ناقص 3q زائد 2bn زائد 7q. هلا يا مس اول شيء بدنا نعمل خاصيه تجميعيه. شو هي الخاصيه التجميعيه؟ بنجمع الحدود المتشابهه، عندنا 2bn و6bn متشابهات، نجمعهم مع بعضهم البعض. هلا يا مس سالب 3q و7q مع بعضهم البعض. كيف رح نجمع حدود جبريه؟ بجمع المعامل للمعامل، بحكي 6 زائد 2 8 والمتغير ينزل كما هو. هون يا مس بحكي بطرح 7 ناقص 3 رح يساوي 4، ويبقى المتغير كما هو، رح يطلع معنا الناتج كم؟ 8bn زائد 4q. إذا نعيد خطوة خطوة كيف حلينا. أول شيء استخدمنا العملية التبديلية، العملية التجميعية، جمعنا الحدود المتشابهة مع بعضهم البعض، ثم يمس عملنا على طرح وجمع الحدود الجبرية. حكينا بنتعامل مع المعاملات، بنطرحهم أو بنجمعهم، وبيبقى المتغير ثابت كما هو. هل يمس عندنا 4x تربيع y زائد t و3t ناقص x تربيع y؟ رح استخدم العملية التجميعية، بجمع الحدود المتشابهة، 4x تربيع y ناقص x تربيع y زائد، هلا يمس عنا t و3t، t زائد 3t. هلا يمس عنا هون المتغير هو x تربيع y، بنزله كما هو. هلا 4 ناقص 1 كام؟ 3، بكتب 3. باجي هون يمس 3 زائد t زائد 3t، هون مس المعامل 1، بحكي 1 زائد 3 كام؟ 4، بينزل المتغير كما هو 4t. هيك يا مس انهينا حصتنا اليوم، ان شاء الله غدا بنكمل.